السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأخوات، مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. لأول مرة كيشاهد القناة قولوا له مرحبا بك، ومرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الفيديو اليوم إن شاء الله هيكون على طريقة الوصول إلى منطقة الأسكودار بالجانب الأسيوي، منطقة الأسكودار اللي كتشتهر ببرج الفتاة وكذلك بالساحل ديالها الرائع. الرحلة ديالنا هتبدأ من بايزيد، هناخدو الترامفاي إلى منطقة أمينينو، ثم من أمينينو هناخدو العبارة إلى الأسكودار. فابقوا معنا إن شاء الله نوريكم طريقة الوصول إلى منطقة الأسكودار. وصلنا لمنطقة أمينينو، هنا قبالة الجامع الجديد كاينة محطة العبارات، هتلاحظوا مكتوبة الأسكودار تما. تقريبا كل نص ساعة كاينة عبارة كتمشي للأسكودار، كندوزو بالكارت اللي كنستعملوها في المواصلات العامة، تقريبا جوج ليرات ونص أو ثلاثة. هنا داخل العبارة، العبارة فيها جوج طوابق، والطابق الأعلى اللي كيجي مكشوف. الغالبية الناس كيفضلوا يجلسوا في الأعلى، كيكون المنظر أحسن، يعني كتشوف البوسفور كله. هنا المنظر من أعلى السفينة، كتبان اسطنبول الأوروبية والأسيوية كلها في منظر رائع من سفينة البوسفور. هذا برج غلاطة اللي كيبان مباشرة، هو أعلى برج هنايا. وهذه المباني اللي جات على ضفاف نهر البوسفور. Sayın yolcularımız, gemilerimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske kullanımı zorunludur. Gemi içinde belirlenmiş çöp kutularını atınız. Hassasiyetiniz için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.
ووصلوا لمنطقة الأسكودار. فمن كتقرب السفينة توصل كيبداو الناس يهودوا من أعلى السفينة الأسفل ديالها باش كيكونوا يعني في المقدمة. أول ما كتفتح السفينة الأبواب ديالها كيكونوا حدا الباب. Geçişler tek seferliktir. Gemide beklemeyelim lütfen. مباشرة ملي كنخرجوا من محطة العبارات كنلقاو مجموعة الأكشاك اللي كيبيعوا الوجبات السريعة. سميت اللي هو مشهور عندهم المياه المعدنية ومجموعة من المأكولات الأخرى. كنمشيو في اتجاه اليمين ديالنا حتى كنخرجوا في ساحل أسكودار مباشرة. من ساحل أسكودار هنايا كاين الصيادين. اغلب الناس اللي كيكونوا كيصيدوا هنايا كيكونوا من المتقاعدين. Fish basket, they get them.